يصيب الهدف من مسافة 160 كيلومتراً، كلف خزانة الولايات المتحدة نصف مليار دولار. مدفع أمريكا العملاق يعمل بالقوة الكهرومغناطيسية، قذائفه خالية من المواد المتفجرة، لكنها قادرة على تفجير وتدمير كل من يقف في وجهها بفعل سرعتها الفائقة. وصلت سرعة قذيفته إلى حوالي 2700 متر في الثانية، يتطلب كل مدفع نحو 8 جنود لتشغيله. بمقدوره إطلاق قذائف يصل وزنها إلى 7 أطنان. المدفع يمكن نقله براً وبحراً. قدرات هذا المدفع أذهلت الخبراء العسكريين، ورغم ذلك أوقفت وزارة الدفاع البرنامج لصالح تطوير مدافع الليزر والصواريخ الفرد صوتية.